دايما في وقت تغير المناخ وتغير الجو والاجواء حوالينا، الناس بتخاف من دور البرد او الانفلونزا الموسميه. والغريب انه يمكن لحد دلوقتي محدش، يعني لحد من قريب محدش قدر انه يعرف ايه سر المرض ده، وايه السلاله الفيروسيه بالظبط اللي تحورت وبقت هي في الاخر البرد الموسمي او الانفلونزا الموسميه. لكن في دراسه من قريب قدرت انها تتوصل لاصل الفيروس، وكمان يعني تعرف امتى بدا الاصابه بيه بالفعل. دراسة جديدة قدرت إنها تتوصل إن فيروس الإنفلونزا البشرية الموسمي ممكن يكون انحدر من سلالة الإنفلونزا الأسبانية اللي سبق وظهرت في عام 1918 وكانت عبارة عن كارثة وبائية كبيرة. النتائج اللي وصل لها الباحثين بخصوص الدراسة دي أكدوا فيها إن تحليل العينات اللي اتجمعت في أوروبا خلال الجائحة اللي ظهرت عام 1918 كشفت عن طفرات في تكوين فيروس إنفلونزا الخنازير، وده اللي ممكن تكون ساعدته على التكيف بشكل أفضل مع العنصر البشري. الدراسة دي عملها فريق دولي من معهد روبرت كوخ وجامعة لوفن وشارلوت بيرلين، وكشفت عن بيولوجيا إنفلونزا الخنازير بالإضافة لأدلة على انتشاره ما بين القارات. وهنا حل الكبير الباحثين سباستيان كالفينياك سبنسر عالم الأحياء التطوري في معهد روبرت كوخ في برلين وزمايله 13 عينة رئة من أفراد مختلفة مخزنة في المحفوظات التاريخية لمتاحف في ألمانيا والنمسا، اتجمعت ما بين عام 1901 و1931. ومن عينات الرئة دي قدر الباحثين إنهم يطوروا جينم كامل للإنفلونزا من عينة جمعوها في ميونخ عام 1918، بالإضافة لاثنين من جينات الإنفلونزا الجزئية اللي اتجمعت في برلين في نفس السنة. وهنا بيعتقد الباحثين إن الاختلافات الجينية ما بين العينات بتتوافق مع مجموعة من أحداث الانتقال المحلي والتشتت لمسافات طويلة، وعملوا مقارنة ما بين الجينوم قبل وبعد ذروة الوباء، واكتشفوا وجود تباين في جين معين مرتبط بمقاومة الاستجابات المضادة للفيروسات، وده اللي مكن الفيروس من التكيف مع البشر.